بغيت نتوجه بمناسبة انعقاد انتخابات ديال 2021 لمغاربة العالم. مغاربة العالم اللي هما إخواننا واللي هما متواجدين في بلاد الغربة، كيشتغلوا ولا كيدرسوا ولا ساكنين تما. يعني كانت هناك موجات كثيرة من تنقل ديال المغاربة إلى الخارج منذ أواسط القرن الماضي، وحنا ما كناش أبدا كنعتبروا بأنه مغاربة العالم هما فقط مصدر للعملة الصعبة اللي هي بالفعل مهمة، ولكن ماشي فقط، لأن هاد الناس مشاو وبناو في البلدان ديال الهجرة اقتصاداتها وساهموا فيها كذلك، ولكن لحد اليوم باقين كيعانيو لأن بلادنا ما متقدمش بزاف باش تقدر تدافع على حقوقهم. اليوم مثلا المغاربة اللي كيعيشوا في أوروبا ولا في غيرها بغاو وليداتهم تاهما يتعرفوا على الثقافة المغربية واللغة العربية واللغة الأمازيغية. مغاربة العالم اللي هما تيلعبوا واحد الدور كبير في الحفاظ على التماسك الاجتماعي باش بقى هنا عندنا السلم، لأن كل واحدة خدام تما راه موراه هنا عائلة قداش هي اللي كتستافد. إذا كيساهموا بشكل قوي في السلم في بلادنا. الدولة المغربية يعني كتهمشهم وكتعامل معاهم بواحد النوع من الدنيا، حتى ملي كيكونوا تيمشيو للسفارات ولا القنصلية غالبا ما كيتم التعامل معاهم بواحد النوع من الاستعلاء، وتتذكروا بحال هما باقيين عايشين في المغرب. هاد المغاربة ديال العالم كذلك ملي كيجيو لبلادهم استثمروا، كيشريو دويرات، كيشريو أراضي، ملي كيرجعوا لبلاد ديال المهجر كيلقاو هذيك الأراضي مشات، لأن عندنا هنايا مافيات ديال السطو على الممتلكات والأراضي. اليوم مغاربة العالم اللي حنا بغيناهم يساهموا في التقدم الديمقراطي ديال بلادهم وفي التنمية ديال بلادهم ويكون عندهم الحق في التصويت وفي الترشح فيما بغاو، خصوصا في الانتخابات التشريعية، كيلقاو راسهم محرومين من هذا الحق. حنا كحزب اشتراكي موحد داخلين هذه الانتخابات هذه بواحد الشعار اللي هو كبير، دائما مع قضايا الوطن والشعب، وعارفين بأن مغاربة العالم وطنيين وقلبهم على هذا الشعب وكيساهموا في التنمية ديال بلادهم. حنا هاد مغاربة العالم اللي اليوم تحرموا من حقهم الكامل باش يمكن لهم أنهم يترشحوا باش يصوتوا بكل حرية، كنطلبوا منهم أنهم يساندوا اللوائح ديال الحزب الاشتراكي الموحد بالرمز ديالو الشمعة. علاش؟ لأننا حنا ناس صادقين بحالكم وناس مخلصين وناس شجعان، ما باغينش نتخلاو على بلادنا حتى نحطوها على السكة ديال الديمقراطية وديال الحقوق والحريات وديال العدالة الاجتماعية والمجالية. بغينا المغاربة بالفعل يمكن لهم يهاجروا ويمشيو كيف ما بغاو، ولكن يمشيو بحرية، ولكن بغينا بلادنا تقدم باش المغاربة يرجعوا ليها، خصوصا واليوم مع هاد التغيرات العالمية والعالم غادي مقبل على واحد التحولات كثيرة، ربما غادي يرجعوا مغاربة العالم واحد الجزء كبير منهم. حنا خصنا نوجدوا ليهم ونفرحوا بالرجوع ديال واحد العدد كبير منهم الأرض الوطن، لأن الجيل الثالث والرابع أعطانا مهندسين، أعطانا أطباء، أعطانا رجال ونساء أعمال، أعطانا ناس اللي هما مهمين جدا واللي غنيين بزاف. داك التجربة اللي عاشوها في بلاد المهجر رغم الغربة والظروف الصعبة، ولكن الحنين والارتباط بالوطن ماشي غير بالقلب ديالهم، بالقلب ديالهم، بالجيب ديالهم، بالفكر ديالهم كيخدموا البلاد ديالهم، وحنا كنحييهم وكنقولوا لهم بأننا حنا محتاجين للدعم ديالهم باش نبنيو المغرب ديمقراطي، المغرب اللي فيه استقلال القضاء، المغرب اللي كيحترم الحريات، المغرب اللي كيدير سياسات كتخدم الجميع، المغرب اللي فيه المساواة بين المرأة والرجل، مغرب ديال المواطنة الكاملة والمعرفة والكرامة للجميع. تنحييكم وتنشد على يديكم، اللي ما قدرش فيكم يدخل يتصل بالأصدقاء في المغرب، يتصل بالعائلة ديالو باش يقول لهم صوتوا على الرمز ديال الشمعة.